السابق بالخطاوي الطير نشارك بالأماني الغير نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأماني الغير من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة الأمس كانت مليئة بالأحداث، بالإضافة إلى الترتيب لإنجاز مهمات هذه الحلقة. الشباب أمس ما انتهى يومهم وقرروا إنهم يروحون عند قبان بيبي اللي وصلوا عندها في الليل. هذه لازم تروحون تشوفون وضعها. هذه قصتها كبيرة، عندها 16 واحد عايشين معاها في البيت، منهم أحفادها لهم وعيالها أصلا متوفين الله يرحمهم يعني. فهذا المشروع أتوقع بإذن الله تعالى أن هذا بيغير من حياتها وعلى الأقل بيرفع من مستواهم. الله يكون بعونها. صعب الوضع، 16 نفر في بيت واحد. أبو خالد سعود جفال، أنا أقول لازم نشوفها قبل ما نبدأ بالمشروع، إيش رأيكم؟ أكيد من الأولويات. أولويات. إذن سجل عندك. بداية نحن نعتذر عن التأخير، وكانت عندنا بعض المواعيد وبعض المشاريع أنجزناها بفضل الله عز وجل، ثم أتينا وأصبح الوقت ليل الآن، فنعتذر بداية. ود نتكلمين عن قصة حياتك لنا ولمن سيشاهدنا كذلك. أهلا وسهلا بكم، عمري 70 سنة، لدي ولدان وبنت. ابني الكبير توفي وترك لنا 5 أبناء، وابني الثاني لديه 5 أولاد أيضا، وابنتي أنجبت ابنين، ونحن مسجلون في وزارة التنمية الاجتماعية كعائلة محتاجة. وأضف إلى ذلك أنني تكفلت باثنين من أقاربنا من ذوي الإعاقة، فقدا والديهما، وكلنا نعيش في هذا البيت المكون من هاتين الغرفتين. وفي السابق كنت أعمل قابلة. أنت بروحك تقومين برعايتهم ولا في حد يعونك ويساعدك في هالموضوع؟ ابني وزوجته يعملون ويحصلون على القليل من المال، وأنا متقاعدة ولدي معاش من الدولة، وزوجي كذلك، فنحن نجمع كل هذه النقود ونصرف بها على الجميع. سيدة قبان، إذا وفرت لك جمعية قطر الخيرية، فريق سفارة الخير، دكانة تبيع المواد التموينية، هل هذا سيخفف عليك من العبء الثقيل من المصروفات؟ هذا صحيح، وسيخفف علينا من صعوبة الحياة. طيب يا أمي، هل لديك عمل آخر تقومين فيه، خبرة ثانية غير البيع والشراء؟ لقد عشت حياة طويلة في القرية حيث كنا نشتغل في الماشية، ولذلك لدي خبرة طويلة في تربية الأبقار. يعني هي عندها ثقة بالله عز وجل أن الدكان كأنه تم. يا شباب، دائما الثقة بالله عز وجل عالم آخر، واليقين بما عند الله عز وجل عالم آخر. هذه امرأة مباركة، وبإذن الله تعالى راح نسعى بكل جهدنا. أنا أقول نتبنى المشروع في حالة يمكن لو جبنا كونتينر، هل يوجد مكان في الخارج لوضع الكونتينر؟ نعم يوجد. يلا يا جماعة خير قاعدة وخلنا نمشي. يلا ما. شكرا. السلام عليكم. أنا كعدي الجو بارد، إحنا بنطلع. أنا كعدي خلاص استريح أنت، إحنا بنروح بالجعدي مالك. لا 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 استريح برا، برد. يلا برد يا شباب، برد. لحظة أنا بصراحة بأقترح عليكم اقتراح، هو مو إجبار ولكن أبي رأيكم. قول. ما رأيكم أن نشتري البقرة العجوز؟ لأن صراحة كسرت خاطري يوم قلنا الموضوع الثاني، قالت أنا أعرف ربي وأنا من يوم أنا صغيرة، مسكينة تحاول تقنعنا أنها تعرف، يعني لا تخافون أنا أعرف إذا رجبتولي ما راح تندمون. والله ما شاء الله عليك يا أبو عوف، صرت خبير في هالأشياء.
مشاريع ما شاء الله كلها. اي نعم يعني دكتور خبره خبره. هي قاعد ناقد شهر بعد بيعرف الخيول بعد مره واحده تاجر يصير. هذه ديره الخيول هنا يشربون حليبها وياكلون لحمها. على طار ياكلون يا ربع ترى صار لنا 12 ساعه ما اكلنا لقمه. اشوفك انا ضربت الشمس خلاص ما اقدر اوقف حتى كلنا طفينا. نمشي اليوم كان يلا يلا هناك اربع مشاريع سنبدا بسم الله يا شيخ. عندنا اليوم الله يسلمك البيت وعندنا المحل وعندنا قبام بيبي وعندك المحل والأغراض مريم. هاي جدولنا اليوم بالنسبة للقبام بيبي. احنا وصينا الفريق اللوجستي اعطيناه مواصفات البقرة المطلوبة حسب مواصفاتهم هنا تخبر هنا تختلف من افريقيا صح. وايضا وصيناهم على الكونتينر. اوكي باقي باقي نشتري المواد الغذائية بس. عيل نكمل اغراض مطلوبة وتنتهي القصة. ما ادري احس انه صعب توك متحمس. لا متحمس غير ابو خالد إيه؟ وصعب ان تنفيذه غير. احنا الفريق اللوجستي بيفيدنا فايده شباب بيختصر لنا وايد مواضيع. بالضبط هذه النقطه. اذا الدعم الفريق الدعم اللوجستي انت دائما توفر الاغراض. انت دائما تبي تحبطنا يا اخي. لا حول ولا قوه. خلنا شوي يلا صباح خير. انا متحمس. حوار دسم هذا الصباح بين الشباب عن مشاريع يبي لها ترتيب جيد خاصه ان النهار هنا في قرقيزيا ما هو طويل وباقي فقط يومين للشباب في قرقيزيا. نحن جئنا لنشتري بضاعة بكميات كبيرة فبداية قبل كل شيء يجب أن ترعونا في الأسعار. إذا اشتريتم في الجملة سيكون هناك تخفيضاً في السعر. احنا يعني راح ناخذ بالجملة لأن ناويين نفتح دكان فنبي مواد تموينية وأيضاً مواد أولية وللحلويات وأيضاً للمعجنات فهل هالأشياء متوفرة عندك ولا لا؟ لدينا كل الأشياء التي ذكرتموها وبعضها هنا وبعضها في المستودع ويمكننا أن نجهزها وننقلها لكم. وبعد ما اشترى الشباب جميع المواد التموينية للمشاريع المتبقية قرروا أنهم يروحون على بيت مطلوبة اللي استأجروه فريق مكتب قطر الخيرية علشان يلقون نظرة عليه. مطلوبة ما تعرف إن الشباب راح يستأجرون لها بيت. خلونا نشوف أحداث القصة وإيش اللي بيصير فيها. شباب صراحة مناص أحسن الاختيار والمكان. صحيح إنه يعني بدور الثالث ولكن ترتيب البيت وسع البيت دافي البيت وقرب مكان الشغل أيضا وشرح وشرح يعني. نعم. من دخلت البيت كل واحد يقول يلا بنام جفال يقول بزدح هنا وأنت تقول لي يعني هذا دليل إن البيت مريح. هني يا شباب بقول لكم كلمة في النص هني بما أن بيت سميناه بيت ومستقل وبتجي بنت بروحها وأهلها في القرية ليش ما نجمعهم مع بعض في هذا البيت يساعدونها يقوونها تتونس فيهم ويتونسون فيها ويكون يعني عصفورين في حجر. حلو ممكن مناص نستطيع نعم. بس من غير ما أحد يدري ما نبيها تدري البنت. طيب ليش تضحك تتعلم. يا جماعة ترى ناطرتنا والفريق اللوجستي بعد بيوصل لازم يوصل قبلهم. فكرة الشباب جميلة إنهم يلمون شمل العائلة أهل مطلوبة في القرية والقرية تبعد 8 ساعات بالسيارة وساعة بالطيارة فإذا قدروا الشباب إنهم يجيبون أهل مطلوبة يكونون عملوا عمل جبار يشكرون عليه بصراحة. وصلوا الشباب الآن إلى محل مطلوبة وكانت هي وصديقتها بانتظارهم. مطلوبة كيف حالك شلونك؟ طمنينا الأمور طيبة؟ كل شيء على ما يرام. تمام. المفتاح وين؟ المفتاح معي ها هو. أوكي راح أشوف الحين. إيه شيك شيك تعال بسرعة شوف شوف وتعال لا تطول. مطلوبة كل شيء جاهز بس فقط نحن ننتظر صديقنا يؤكد لنا أن المكان جاهز لتنزيل الأغراض كاملة. يا شباب ننزل الأغراض؟ ننزل. نبيكم الحين تروحون فوق انت ورفيستك واحنا بنجيب لكم الاغراض. يلا بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، قواكم الله. تذكرون الاجتماع الأخير لما تكلمنا عن مشروع مطلوبة؟ أبشركم هذا الآن في اللمسات الأخيرة مثل ما تشوفون، وهي واقفة ورانا الآن. فحبيت أطمنكم وأبشركم، والله يكتب أجرنا وأجركم إن شاء الله. يعطيكم العافية يا شباب. مطلوبة الحمد لله بفضل الله المحل صار جاهز، كل طبعا الأدوات والطلبات اللي طلبتيها متوفرة الحمد لله، ومبارك لك على هذا المشروع ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله يا رب. وهذا المفتاح سلمها يا أبا، مبروك. شكرا جزيلا لكم، أنا سعيدة جدا. مطلوبة بس لو تذكرينا شو الأشياء اللي طلبتيها. المواد الأولية موجود، أدوات الطبخ بعد موجود، الثلاجة موجود، كل شيء طلبتيه موجود. قلزات نشكرك جزيل الشكر على ما تقومين به من جهد وتعب، الوقوف بجنب صاحبتك في هذه الظروف الصعبة وفي هذه يعني المعاناة الحقيقية. لك أجرين إن شاء الله، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، وهذا يعني عمل إنساني ليس بالشيء البسيط. الله يجعل مطلوبة بركة على نفسها وعلى أسرتها. مطلوبة بعد ساعتين من الآن سنتصل بك ولعلنا نخبرك بخبر يسعدك جدا جدا جدا. لازم تشحنين تلفونك عشان مو بنتصل نحصله مسكر بعد. يلا سلام عليك. كل شيء حلو تقول مصدوم، بس اللي عور قلبي ان الاشياء كلها حولها موجوده وهي تسال ثلاجات كلها موجوده ومش قادره تشوفها. وهذه خلينا احنا نراجع النعم اللي عندنا اللي ألفناها. هذه المسكينة قبل 3 سنوات كانت تشوف مثلنا، والآن مثل ما شفتوا الأغراض حولها مش قادرة تشوفها. لذلك احنا لما نصبح الصبح ونشوف ونفتح عيننا ترى هذه نعمة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها، لكن لأن احنا ألفناها ما نذكرها ولا نشكر عليها. الحمد لله الله يرزقنا شكر النعم. الحين وين يا شباب؟ شباب جاهزين نروح مشروعنا التالي؟ يلا هو مشروع مريم. يلا بسم الله توكلنا على الله. تسكن هي وزوجها واولادها وابو زوجها في غرفة واحدة؟ نعم، هي تسكن في غرفة واحدة. هذه من الحالات التي زرناها في قطر خيرية. والله احنا يعني ما ودنا نثقل على اخواننا اللي يمدون ايديهم ويتبرعون، لكن هذه الحالات وهذه الظروف مثلها كثير، لا حول ولا قوة الا بالله. زوجها يعمل سائق باص. احنا سعداء ان احنا متواجدين عندكم اليوم، واحنا جيناكم اليوم وعندنا هدايا لكم ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم في بيتنا وشكرا لكم. اخ حرمت، سمعت انك تشتغل كسائق باص، فكيف اوضاعكم الماديه؟ هل الدخل يكفيكم؟ شو الاشياء اللي تحتاجونها؟ انا اعمل سائق حافله نقل عام، ابدا في 6 صباحا حتى المساء، وما اجنيه من عملي بالكاد يكفينا لاداره امور البيت. يعني لدينا دور سنقوم به وسيبقى الدور عليكم كذلك، وأنا متأكد بإذن الله تعالى أن الإنسان الذي يعيش في ظروف صعبة كهذه إذا فتح له باب للخير سينطلق فيه، وستمر الأيام وبإذن الله سيغير الله حالكم وتمتلكون دار أوسع من هذه الدار وستغير ظروفكم الأفضل بإذن الله تعالى. شكرا لكم جزيلا، وشيئا فشيئا ستتحسن أوضاعنا وبمساعدتكم سننطلق ونطور المشروع الذي قدمتموه لنا. طيب شباب ايش رايكم الحين؟ توكلنا على الله، احنا متحمسين اكثر. انا مستانس على الدفا ما ابي اطلع برا. نحن سننزل نتاكد من باقي العمل ونتواصل معكم ان شاء الله. سعود سبق الشباب الى السياره وقاعد يتحاور مع سائق سياره اللوجستيك، إيش اللي قاعد يدور بينهم؟
يعني أخوك خاطب ولا مالك ولا كلش نهائيا ولا شيء؟ هو خاطب ولكن ليس لديه ما يكفي من المال لكي يتزوج. إن شاء الله خير. قول يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. هو الحين سعود وين؟ ما أدري. وين سعود يا برات؟ هو سبقنا ربما في الباص. داخل يمكن تشوف شيك شيء. داخل الباص ربما. سعود. مالك. يا سعود. ها هو هنا. هلا موجود. وين قاعد؟ هارب من البرد أنت ولا؟ يلا. الآن موضوع البيت، إيش صار فيه؟ موضوع بيت مطلوبة وعدناها نتصل فيها بعد ساعة، خلصت الساعة. شوف الترتيب كالتالي، نخلص بيت مطلوبة ونطلع القبان بيبي. أعتقد أن الوقت الحين خلاص صار مساحة الشباب جابوا البقرة عند قبان بيبي، نخلص من المشروع ونطلع. بس والله يا شباب والله أني أتوقع أن إحنا تأخرنا، تأخرنا كثير. معلش. طيب يا شباب، موضوع الزواج سوينا فيه بعد؟ شوف أنا التقيت في أبو فيروز أمس في اللوبي، جهزت لهم أمورهم لأن إحنا محتاجين البيوت تكون مؤثثة من بتجهيزات مميزة مرتبة، يعني هم عرسان. الحمد لله الحمد لله نحن رتبنا كل شيء على مستوى أعلى. حلو. واشترينا أدوات المنزلية الأساسية. أيوة. لحياتهم. جميل. ورتبنا جداً. حفلة الزواج كذلك والأمور طيبة، رواني الأوراق، رواني التحضيرات. كل شيء تمام، عندنا أربع حالات وناقصنا حالة. عفوا ما فهمت شنو يعني في بشت ناقص أحد يلبسه يدخل مع المعاريس. أخو السائق إن شاء الله. أنا أرشح أخونا أبو راشد. وأنا كذلك أنا أرشحك يا أبو خالد. محجوز يبقى عارفين. لا أبوك خلني في حالي. لا لا محجوز حق شخص معارفينه. شكلنا توهقنا خلاص. الآن الشباب في منطقة بيت ومحل مطلوبة، راح يرتبون الخطة ويقسمون المهام فيما بينهم. الحين احنا ارسلنا مناص يجيب اهلها صح؟ وهي بعد نبي نجيبها. طيب شلون نضمن ان ما حد يشوف احد يتصادمون مع بعض؟ لان كلهم يجون من طريق واحد. انت بتسوي مفاجاه انت. انا؟ ايه كلنا بنسوي مفاجاه. شو هو انا عرفت ايش يبي، ما يبينا نرسل نقول له روح جيبها، ترى انت اللي راح تروح تجيبها. طيب عشان الترجمه برات معي؟ طيب لحظة الحين شلون نرتب؟ انا بروح اصور فوق. حلو انت تصور؟ ايوه. انا وجفال ننتظر. زين ابو خالد يروح هو برات. والله صراحة انا مرتاح من العمل هذا الصراحة. كم تتوقع خلص المشروع؟ عد معي. يلا يلا روح. اول مشروع كفالة الأسرة. نعم. اللي هي أم مطلوبة وزوجة أخوها وعيالها اثنين. المشروع الثاني كفالة معاق. نعم. مطلوبة. صحيح. المشروع الثالث المعمل. المعمل. مطلوبة. أي. الرابع البيت. البيت. الخامس. الخامس. أحسن شيء. وشو؟ لم شملهم. شباب مثل ما تشوفون أنا حاليا موجود في منزل مطلوبة وأخيرا. شباب والله كلام من القلب، كلنا إن شاء الله مشاركين في الأجر. لو تشوفون الشعور واللذة اللي نحس فيها بعد انتهاء من كل من أي مشروع والله العظيم إنه شيء لا يوصف. والله يكتب أجركم جميعا ونسأل الله الإخلاص بالقول والعمل. بعوف بعوف سم كانهم موصلوا. لا شوف شوف كل شوية تقول لي كانوا موصلوا. السيارة ما لها علاقة. شوف اللي هناك شوفهم هذا شفتم يا سعود. سعود تعال انت صوت سعود هني. سعود هني يبغى. لا لانه الصوت اوكي. صوت هني سعود هذا جاء. سمع الصوت اسأله. سمعت صوتي صح؟ لا سمعت حد يصارخ بس هذا صوتي. بعد اللي ورا وين؟ هو اللي بس خلفي. السلام عليكم. علم بيك. تعالي علم بيك. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. أبي أقول لكم إيش اللي صار بقصة مطلوبة
واللي ما قلت لكم. تذكرون لما الشباب اليوم الصبح قالوا المناص إنه يجيب أهل مطلوبة من القرية ومناص ضحك؟ عبد الرحمن كان اقترح في الأيام السابقة إنهم يجيبون أهل مطلوبة بالطيارة علشان يسكنون معاها، ولما التقوا مع مطلوبة وسألوها كانوا أهل مطلوبة واصلين العاصمة بشكيك وهي ما تعرف. والحين وقت اللقاء. الحجة سناور، الآن لكم بيت يلم شملكم بعد أن كنتم في قرية بعيدة تحتاجون أكثر من 48 ساعة للوصول إلى مطلوبة. الآن مطلوبة موجودة وأنتم موجودون، البيت يلمكم جميعا، والمشغل لمطلوبة قريب من هنا. بقي آخر جزء ألا وهو نأتي بمطلوبة لنفتح الباب وتتفاجأ بوجودكم هنا لأنها لا تعلم أنكم هنا. نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير، نسابق بالخطاوي الطير نشارك بالأمان الغير، من الإنسان للإنسان رسمناها سفار الخير، فتحنا بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، بالسعادة دروب نداري بالعطايا خطوب، جمعنا بالمحبة قلوب ومن إحساسنا التأثير.